قضية الرسوم العالية أنا لا أبرر، أنا بنفسي يعني أختار الأمر، لن أتمول، يمكن إذا كنت غير مضطر فلن أتمول من البنوك الإسلامية، سأودع، أنا صاحب القرار في الأخير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ربما هذه القاعدة ليست مضطردة دائما أن البنوك الإسلامية هي الأعلى، في منتجات كثيرة البنوك الإسلامية هي الأقل، ولكن الناس ينظرون إلى حالة واحدة فقط. والأمر الثالث، لماذا هي أعلى؟ لماذا هي أعلى البنوك الإسلامية؟ البنوك الإسلامية مخاطراتها أعظم بكثير من مخاطرات البنوك التقليدية، وهذا واقع. حادثة من الحوادث معنا هنا في البلد، البيت الذي أصيب بصاعقة وتلف مجمع الكهرباء وغرفة درج وغير ذلك، تلفت فيه عدة أشياء، ممول من بنك إسلامي. الفتوى جاءت أن البنك الإسلامي ملزم بالغرامة وبضمان هذه الإصلاحات كلها. أين هذا؟ أين ستجد مثل هذا الأمر في بنك تقليدي؟ هذا الأمر الأول. قضية المسرحين عن الأعمال، هل هنالك مسرح عن عمله ولم يستطع أن يدفع المال بسبب هذا التسريح وليس بسبب بطالته وحده؟ هل هنالك حالة واحدة رفع فيها شخص مسرح عن العمل وتمويل بنك إسلامي؟ كم هي الحالات الأخرى؟ بنك الإسلامي نظامه يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا يجوز لهم أن يطالبوا. هم الآن كثير من الديون أسقطوها، يعيدون الجدول حتى يكون على أقل قدر ممكن بعد أن يضمن هذا الإنسان عيشته الكريمة من راتبه، هذا الواقع الآن. إذا لماذا لا نلتفت إلى هذا؟ لأنه لا يوجد مسرح عن عمل ألزم بالدفع من قبل البنوك الإسلامية. هذا فرق جوهري، لأن هذه الحالات هي في حقيقتها تأتي على هذا. نعم، ممكن أن يكون هنالك إنسان تسبب في إخراجه من العمل، تسبب في كذا، هذا تسببه منه، لكن إن كانت يده غير متسببة فالفتاوى كلها تنص على أنه لا يصح أن يغرم شيئا.